مشاهدينا ومشاهدي النايل لايف شبكة انت ان صباح الخير عليكم ونهاركم سعيد النهارده يوم الجمعة 27 يناير 2012 يا رب تكون اجازة سعيدة علينا وعليكم كلكم هنبدأ فقراتنا معاكم زي كل يوم في نهارك سعيد بفقرة الصحافة مع الصحفي احمد سامي متولي وكمان هيكون معنا فقرة دينية مع دكتور السيد احمد نجم دكتور في تفسير تفسير وعلوم تفسير وعلوم القرآن بالأزهر الشريف وهنتكلم معاه عن دور المرأة وفي كلام كتير الأيام دي إن المرأة خلاص تسيب الميادين وتسيب العمل وترجع للبيت تاني وهنشوف دور المرأة ووجودها بجانب الرجل هل ده مفيد ولا زي ما بي... زي ما بيقولوا هترجع البيت وهنا كمان هنتكلم عن الانقسامات اللي حصلت داخل الشعب المصري ان احنا كلنا نسينا ان احنا كلنا مصريين واحنا بينا بنقسم بعض لفلول وناس ناس تقول انا انا بتاع الثورة وواحد ليبرالي وزي ما زي ما كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات هنكمل كلامنا الاسبوع ده وكمان هنتكلم عن دور الازهر في عوده الرياده المصريه وكمان هيكون معانا فقره مع الصحفي محمد نجيب الكوشكي عن انتخابات مجلس الشعب والشورى زي ما احنا عارفين خلاص بدات اولى جلسات مجلس الشعب هنشوف ايه اللي هيحصل في انتخابات مجلس الشورى وكمان معانا اخر فقره هتكون عن مرافعات فريد دي في جلسات مبارك والاحداث الجاريه هتكون مع استاذ سامي عبد الواحد المحامي بالنقد وعضو جمعيه المحامين العرب زي ما احنا عارفين ان بتتم دلوقتي محاكمات السيد الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلي والسيد حبيب العدلي هنشوف ايه اللي بيحصل في المرافعات وهنتكلم معاه ونشوف يعني هنشوف ايه الاحداث اخر الاحداث اللي بتحصل في في الجلسات دلوقتي هنبدا أولى فقراتنا فقره الصحافه استنونا بعد الفاصل